مجازر والعدوان الإسرائيلي على أهالينا في غزة بيزداد طول الوقت. خلينا نعرف تفاصيل كده، وخليني أرحب بسيادة اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بك. أهلا يا دكتور، أهلا بحضرتك، أهلا أهلا بيك فندم. ممكن نعرف لغاية اللحظة دي التطورات اللي بتحصل من العدو من مجازر تجاه أهالينا في غزة؟ ألو؟ ألو؟ أيوة أيوة، مع حضرتك. أنا سامع حضرتك، اتفضل. ما أنا سامع حضرتك. شوف حضرتك، أقول لحضرتك حاجة. عندنا مثل بلدي بيقول إيه؟ إن صدر عيب من أهل العيب ما يبقاش عيب. ما بقاش عيب. لو إحنا بصينا في أسفار في سفر يوشع بن نون، في أسفار العهد القديم، هتلاقيه يوشع بن نون هو اللي بدأ عملية المجازر والوحشية اللي زرعها في بني إسرائيل واليهود نفسهم. ده حرق مدينة اسمها عاي بعد ما انتصر عليها، حرق أهلها 10,000 بني آدم ببهايمهم بحاجتهم كلها في أرض زراعية، وكان بيلف حواليهم ويقول حتى ينتشر ربي براحة شواء النصر، وده موجود في سفر كتابه. بيقول ايه تاني يا فندم؟ معلش. حتى ينتشر ربي براحة شواء النصر. شوفي 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 العقلية، العقلية شكلها ايه؟ ايوه خدت حضرتك. طيب أيوه. النهارده لما ده العقيدة الدينية عندهم كده، يبقى هو اللي بيعمله في غزة ده قليل. يعني هو بيطبق عقيدته الدينية فيما يحدث في غزة. طبعا، امال ايه؟ مسألة طبعا مش سياسية. وهو كمان عشان نبقى عارفين برضه ان غزة بالنسبة له مش مطلوبة عنده في حاجة، لانها خارج خريطة الملك داوود. واللي خارج خريطة الملك داوود اداها لهم، دليل على كده ان اداها لهم الشارون سنة 2003 بدون مقابل. ايوه. لان هما مش عايزينها. لكن أيوه. هو لما حماس بتضغط عليهم من خلال عشان تنتقم موضوع الاقصى واللي بيحصل للفلسطينيين، أيوه. هما بيردوا عليه. هما بيردوا عليه بعدين يمسحوا من الوجود. فبيعملوا اللي هما عملوه ده بمنتهى البشاعه والقسوه. لكن برضو المقاتلين بتوع حماس قدروا يعملوا فيهم كسائر كبيره. وهم حاجبين الاخبار بتاعه اللي هو الجدعان بتاعهم ده، اللي هو ذات القدرات الخاصه. ايوه. ده عندهم ما يقرب من حوالي 70 او 80 قتيل من هذا اللواء غير المقصور دلوقتي، بس هم ما بيدعوش الكلام ده. عندهم كم يا فندم؟ عندهم خسائر قد ايه؟ ست لواء؟ اكتر من 70 واحد. اكتر من 70 واحد. ومقصور عندهم ناس منه مع مقاتله حماس. ايوه. ده في الاخر، في اثناء القتال هو شغال دلوقتي. نعم. يعني الليله اللي فاتت دي كانت ليله سودا عليهم امبارح. هم حاجبين الاخبار بتاعه القتال دي خالص. ايوه. عشان وكل ده ترضيه للمجنون بتاعهم اللي بياخد القرارات العشوائيه.